اولادي كيف حالكم؟ طبعا زي كل مره بغطس بغطس وبرجع بقول لكم اشتقت لكم. هاي المره فعلا اشتقت لكم كثير كثير كثير، وبدي اقول لكم انه احنا عم نعمل بروجكت كثير لذيذ. تذكروا من زمان قلت لكم انه في مشروع كثير حلو للاطفال، هينا بدينا نصور مع لمسه. استعدوا من هلا، حملوا تطبيق لمسه عشان تشوفوا الوصفات وتطبخوا مع اطفالكم. وكمان معانا مش بس لمسه، معانا ديلمونتي. ديلمونتي حنعرفكم على منتجاتهم اكثر واكثر، من اروع واحلى المنتجات اللي انا شخصيا بعشقها. بروجكت كتير حلو مختلف للاطفال وللكبار وللصغار وللشباب وللاباء، يدخلوا المطبخ مع اطفالهم، الامهات مع اطفالهم، الاطفال لحالهم. في بعض الوصفات تبقى كتير لذيذه، فاستعدوا وحملوا تطبيق لمسه. واذا بدكم اي استفسار حاحط لكم معلومات اكثر على السوشيال عندي في الفتره الشغل، الا لما يكون في هالليلز الحلوين. يعني بدينا الشغل امبارح، الله الحمد لله رب العالمين، كل شيء حلو كل شيء حلو الحمد لله. انا بحبكم جدا وخلونا على تواصل.